النهار. نعود أعزائي المشاهدين لنكمل هذه الفقرة. دكتور، احنا الحين بنتكلم عن شق يعني آخر، شق اللي هو التسمم من المواد اللي هي مبيدات الحشرية وسم الفئران ومبيضات الغسيل، يعني يمكن أشهرها كلوركس، و مثل او اللي تستخدم في الدش ووشر، مكعبات حقت الصحون دي اللي تجي شكلها كأنها حلاوة. هذه مشكلتها. تعطينا اجمالا مشاكلها وطريقة التعامل معها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا يعني كل ما تكلمنا عليه ان الوقاية هي ما هو بعضها ما لها علاج اصلا. يا ساتر. فالوقاية الوقاية الوقاية، ثم يأتي طرق التعامل الاخرى. طبعا كثير منا يستخدم سم الفئران. سم الفئران الموجود الان عندنا في المملكه طريقه عمله انه زي اللي هو يمنع تخثر الدم بالفار، في وورفرين وفي سوبرا وورفرين. جميل. الوورفرين هذه زي الماده اللي تمنع تخثر الدم، ياخذونها اللي عندهم بعض امراض القلب وتمنع الجلطات. فببساطه الفار يصير ما عنده تخثر الدم، فلما يمشي يصيب نزيف، يصدم هالجدران، يصيب نزيف يموت. طبعا للأسف عندنا، أنا يمكن جلسة أشوفها هذه زي الرات كيلر، قاتل الفئران، ولا عليها أي تحذير بالمادة المكونة واللي ممكن تسببها، يعني حاطين كليشة عامة يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال بس. جميل. فسم الفرنج منشوفه لأنه يستخدم بكثرة في البيوت. طبعا لما مشكلته انه لما تتاكد حتى من الطفل ماكله انه قد يجلس 24 الى 48 بعضها 72 ساعه ما تظهر عليه الاعراض. الاعراض هي كلها نزيف. جميل. يعني حسب الجرعه اللي ماخذها وحسب الكميه يبدا ممكن نزيف الخشم، لما يضرب لو واحد بيده يبدا عليه زي البروز عليه. جميل. هذه ففي البيت ما تصلح لشيء. طبعا اذا شكيت ان الطفل ماخذ سم الفئران لازم يروح للمستشفى. جميل. المستشفى يلاحظونه، يصلحون له بعض التحاليل، يشوفون انه ماخذه ولا لا، وفيه انتيدوت مضاد يعطونه اياه لتخفيف سيولة الدم الموجودة. جميل. فطبعا هذا موجود ونشوفه بكثرة، يعني حتى شكله الاطفال مغري للاطفال. هو زي الحلاوة الصغير، يعني جذاب للطفل. جميل. يعني للطفل الصغير جذاب جدا. صحيح. ملون يعني احنا نحطه دائما في غرف النوم، في المطبخ، في الليفنج روم، غرفة المعيشة، في الأماكن أصلا اللي معظمها يكون الأطفال موجود فيها بكثرة، وشكله جذاب. شكله جذاب. وأنا وكثير من الأهل يعني لما يجيبون عيالهم أو أولادهم ما يدرون وش المخاطر سم الفئران. جميل. فسم الفئران نزيف، يجب ان نحرص على انه ما يكون متواجد عندنا في البيت او يستخدم تحت رقابه. اذا بلع الطفل لازم يجي المستشفى. جميل. ما في شيء تصلحه في البيت. جميل. عندنا شيء ثاني قبل الكلوركس. جت فترات اللي هي المبيدات الحشريه، في بعض انواع المبيدات الحشريه فيها اورجانوفوسفيت. هذا مميت. يعني جت فترة أنه يستخدم وبكثرة. أي. بعض النساء يستخدمنه على رؤوس أطفالهن لقتل القمل. القمل. أيوة. فجت فترة يمكن قبل 10 سنوات كنا نشوف يوميا يجون في طوارئ الأطفال نتيجته. فصلحنا كامبين زي التوعية وبدأ يخف، لكن للأسف الآن موجود. يعني الآن تروح المحلات السوبر ماركت موجود. تطلبوا الإيش؟ عادة هو القتل بس هم يأخذون القتل ليش؟ الحشرات. 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 طيب القمل ليش يستخدمونه؟ هذا لأن عنده كان يعني اعتقاد خاطئ. أي. فكان اعتقاد خاطئ. بدينا ما نشوفه الآن إنه يستخدم. جميل. لكن نشوفه لأن الأهل يجيبونه على أساس يشوفون الحشرات الصراصير فيحطونه، يبقى الكمية، يجي الطفل ياخذها يشربها أو إنه يكبها على رأسه. طبعا هو مميت.
زين على حسب الكمية. جميل. الآن وش أصلح أنا في البيت؟ طبعا أغلب الأشياء اللي يجينا إنه كابينا عليها لأن أصلا طعمه ما هو. أيوة. فأول شيء ينزع الملابس حقت الطفل. جميل. زين اللي منكب عليها إذا منكب على ينزع توخر. يغسل بالماء والصابون. جميل. طبعا أنا اللي أغسله أو أمه تكون حريصة أنها لابسة جلوفز اللي هي اللي ليش؟ لأن القفازات لأنه ينتقل. جميل. هذه الديكونتامينيشن نسميها. ممتاز. اللي نصلحها وينقل للمستشفى. جميل. بعدها عاد يتولى المستشفى العلاجات حقتها ياخذ الأنتيدوت. لكنه للأسف يعني حتى الآن الشركات اللي تجيبها يرشون مبيدات. المبيدات فيها أرجانوفوسفيت. أها. بالرغم من اللي يجيك يرش لك يقول لا هذا ما هو ضار. أي. وهو أرجان لما تجلس وهم يرشون تشوف الريحة. أرجانوفوسفيت. جميل. فهذه من الأشياء اللي ننتبه لها. أنا نستخدمها أنا أجيبها البيت أستخدمها لكن بعد الاستخدام مهما بقي أحذفه. أزيله. جميل. ما أخليه أبد. جميل. يعني أنت ألغي نسبة الخطورة جدا. احتماليات أي دائما شيء. يعني ما في لن بيت. لا تقدر بثمن الخطأ فيه حياة. هذه مشكلتها. وفيات نشوفها من الأورجانوفوسفيت. مستعان. هذا إذا كنا سعيدين وجونا الأهل وقالوا إن شرب. الكارثة إذا ما درينا أصلاً. صحيح. يعني من الوعي توقف التنفس إفرازات. جميل. زي الشلل يصيبه وفاة. الله مستعان. طيب دكتور يمكن مبيضات الغسيل هذه ممكن يعني بشكل مستمر يعني يمكن الكلوركس. الكلوركس طبعا عندنا مبيضات الغسيل نوعين فيه اللي معروفة صناعته ولأنه شرط عليه لما يجي للسوق يكون مخفف بدرجة كبيرة. جميل. زين فهذا ما في ضرر. جميل. يعني ما زلت يعني ما هو ما في ضرر كل شيء إني أكل أنا الأسبرين لما أكله فيه لكن بكلام إنه ما يسبب الضرر الكبير يحفظ بعيد عن الأطفال لكن حتى لو شربها الطفل. حلو. أنا أقول حظيظ إذا طعمه زين لكن في البيت في البيت تجرب تعطيه حليب تعطيه موية إذا شرب ما فيها شيء. جميل. إذا صيب في العين ولا هذه طبعا لازم تغسلها في الموية وتأخذ للطبيب. جميل. فيه للأسف اللي زي أنا ما ودي أصلح دعاية لكن زي كلوركس موجود في الأسواق ما نعرف التركيبة حقته. أها. هذا ما حد يقدر يقول لك وش الخطر حقه. يعني احنا كنا نتكلم انا وياك قبل الحلقه يمكن هذه مسؤوليه وزاره التجاره والوزير دكتور ربيع حفظه الله يعني من الخطر ان يجيني سم حشرات ما عليه ولا لغه انجليزيه او عربيه مكوناته اللغه الانجليزيه الوحيده المكتوبه عليه كيف تستخدمه. جميل. بس اني ما في الا مكونات اعرف مخاطره. جميل جميل جميل. طبعا الخطر الثاني اللي في البيوت وما زال مستخدم الفلاش. الفلاش. ايه. الفلاش حريقه. سمبل. هو اسيد يسبب لك حريقه. يجون كثير من الاطفال اللي يشربونه يستخدمون الاهل يخلونه او ان يتخلص العلبه يصبه في علبه قاروره صحه. صحه. يجي الطفل يشربه هو يسبب حرق يعني أول ما في الفم اللسان على المريء وإذا كانت الكمية كبيرة قد خلاص ينعدم المريء فإذا وصل العين حرقها هو حريقة. طيب لو أخذ أول ما يأخذ الطفل أول ما يأخذ طبعا يجب نقل المستشفى لكن خلال النقل هذا خلال النقل أنا أعطيه زي الحليب. ممتاز يعني الحليب إيه يخفف عملية من الأسيديتي حقته يعني يصلح له الحليب قلوي إيه يعتبر يعني خفيف يخفف فيخفف منه أو أي شيء سوال. جميل. فلكن غيره ما تقدر تصلح له شيء لأنه محرق الدنيا كلها. طيب ولا في شيء عملية الاسترجاع هذه كارثة أكبر. آه. ليش؟ لأن معظم الأدوية زي نتكلم عن الفلاش شربه احرق. جميل. اذا خليته يطرش يطلع ويحرق بوجهه ثاني مره. يا ساتر. طبعا يمكن الى سنوات قليله كان يستخدم ماده اسمها الابيكاك اللي تعطى في البيت واذا احد شرب
مواد تعطيه إياه تساعد على التطريش. الآن لا تستخدم. جميل. لمضارها، ومعظم اللي يخصلان يأخذون السموم هذه هم يطرشون من حالهم. يعني معظمهم. الجسم. يبدأ لأنه يحس يطعمه وفي بعض العلاجات والأدوية اللي تؤخذ تسبب نقص في الوعي، فمع التطريش إذا أعطيته ممكن بدأ يطرشه ويروح للرئة. وندخل في مشكلة ثانية أكبر وأدهى وأمر. جميل جميل دكتور العلي، يمكن أنا الوقت ما يسعفني كثير، أنا ودي بس إحنا في الشتاء الآن الناس تحب تشب الضوء جوا البيت أو يكشتون يطلعون البر، الألعاب والفحم أول أكسيد الكربون مثل هالشغلات في خلال يعني أقل من دقيقة. طبعا أنا اللي يقول للأهل الفحم CO2 ثاني أكسيد الكربون قاتل صامت، يعني لا حد يقول لي أنا بخلي الجمر مولع وإذا حسيت بالكتمة قمت وطفيته. كثير من اللي يصلحونه والوفيات إنه ما يشعر فيها أصلا، يبي يزيد نسبة CO2 في الجو يقل الأكسجين يفتفقد الوعي أصلا. فأنا حريص إنه لما أشب الضوء تكون عندي تهوية جيدة في هذه، ما أنام بأي حال من الأحوال والضوء والع. جميل. حتى دفايات الغاز كلها، أي شيء دفايات الغاز اللي تشتغل على ثاني أكسيد الكربون كارثة لي. جميل. إلى جانب يعني سمعنا عن قصص كارثة الحريق برضه. جميل. نار، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. صحيح. فأنا بأي حال من الأحوال ما أنام أو ينام أطفالي والضوء مولع. جميل. ولا أولع الضوء والغرفة ما هي جيدة مكتومة. جميل. لأن ثاني أكسيد الكربون يسبب فقد للوعي، ما تشعر فيه. جميل. ما يكفي الوقت انك تقوم وتطفي وتتدارك الوضع دم. طيب دكتور، الاخطار اللي تتشكل من عمليه طلعنا للبر، هل تجي حوادث كثيره من الدبابات؟ طبعا احنا شيء ابتلينا فيه الان اللي حوادث الدبابات اللي هي ثلاث كفرات، يعني كثير من الاهل يقول انها اكثر سيفتي وامان من لكن حوادثها ادهى وامر لان يركبونها اكثر من الدبابات العاديه بعجلتين. فطبعا السقوط وبأنواعه يجينا، يعني حوادث سواء سقوط من الدباب لأن الطفل ما هو لابس الخوذة حقته، ما ياخذ احتياطات السلامة، دائما يسرعون يرقون هذه الطعوس فيجينا السقوط منها وبكثرة. الشيء الثاني اللي يجينا طبعا لما تكلم السقوط ما هو سقوط بسيط، يعني شفنا حالات نزيف لأنه يطيح عليه راسه وممكن الدباب يطيح عليه، شفنا كسر في العمود الفقري، شفنا من الهاندل بار هذه حقات الدبابات يضرب البطن ويسبب نزيف في الكبد والطحال وشيل الطحال والكبد منها، إلى جانب اللي جالسين نشوفها قطع أصابع الأقدام. ليش؟ لأن معظمها لما تروح إذا طلعت للبرشف ما في حماية على الجنزير. جنزير مضبوط. وانا دائما ولا فيه، انا اقول حتى اذا اضطريت انك تركب الدبابه وتركب عيالك تحت الحمايه البس شوز. صحيح. لان صحيح. باراده الله انه يقلل حتى لو دعس الجنزير بيخفف. صحيح. تكون لابس فيعني حتى الزملاء عندنا في الحرس طلعوا بيبر نشروا عن قطع الاصابع الاقدام من خلال الدباب. يا ساتر. طيب دكتور انا بس بوينت وحده. طيب اعطينا اخر نقطه. إيه الادهى والامر انك لا تركب طفلك خلفك وتقول اني هذا امن للطفل. ليش؟ لان كل دباب مرتبط بالعمر ومرتبط ان يركبه شخص واحد اصلا. فكثير من الحوادث يعني لا تردف احد، لا تركب لا تردف ولا تحطه قدامك. طيب الأطفال لهم. الأطفال يعني صراحة الموضوع ذو شجون دكتور، تطرقنا لعدة أشياء ومحاور كثيرة لكن الوقت يعني يضغطنا شوي ولا نقدر نغطيها. أنا أشكر حضورك دكتور، ويعني كانت فعلا إضافة كبيرة ناقشنا فيها أكثر من نقطة. أشكرك على هذه المعلومات. شكرا أعزائي المشاهدين لمتابعتكم لبرنامجنا دوائر صحية، ابقوا معنا لفقرة أخرى في البرنامج. حياة كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.